مرحبا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اتمنى منكم الصلاه على الحبيب محمد افضل الصلاه عليه. وهيا بنا نبدا قصه. يظلون وهو يقرأ الرسائل. سمعت انك ذاهب للتودي واجبك في الدفاع الوطني، اتفهم اخلاصك لهذه المملكة، لكن لا يمكنني السماح. الشخص قد يصبح واحد منا بتدمير صحته من وجوده في بيئة قاحلة. لقد استعنت ببعض معارفي ليتم مرسلة من الجبهة الجنوبية. تذكر هذا منزل بندنكت في انتظارك دائما. عروضه حسن النوايا كانت مستمرة خلال الشهر القليل الماضي. لابدنا المركز الذي ترأس فصيل استقراطي لا يريد أن يخسرني، فلا يوجد منه أكثر موهبة من الوقوف ضد الفرسان الملكيين. الجبهة الجنوبية خلاف المركز الذي يعتقد أنها آملة. قتل عمي، قال عمي المخابرات فالهارة أنا قنبلة موقوتة في انتظار أن تنفجر. حسنا، أظنني سأكتشف ذلك بمجرد أن أصل. أنا الابن الثاني والوحيد منزل ألبرت هنري ألبرت، سليل أحد عائلات كايرو المرموقة. يرغب في استخدام هذا النزل، فكيف يمكن لسر وضيعة مثلكم أن تجروا على التحدث معي؟ ما الذي يحدث سيدي؟ إنه يقول أن ننقل من هذا النزل بما أنه يرغب في استخدامه. أخبرنا أننا سبق وحجزنا المكان بأكمله، لكن لا يزال مصر منزل البيت. إنه يأمر نفسه بمجدهم السابق وليسوا حتى على مرموقة بعد الآن. على الرغم من لن يهم بغض النظر، ولما علينا أن نغادر. متفاجئ أنت سيدهم؟ أجل، إذا تفهم ما يحدث. لا أعرف من أين أنت، لكن لا تفهم أن إزعاجي سيعود عليك بنجسية جدا. مو أن اتجه إلى معسكر التدريب جنوب نفسه. أمامك 10 دقائق، خذ معك حثاء لو انقلب من أمام ناظري. إذا هذه الطريقة التي تعامل بها أعضاء منزل من المناطق النائمة مثل ديميتري، لن أغادر هذا النزل. هناك طريقة بسيطة لحل المشاكل في مواقف كهذا. استلف سيفك واجهني، إذا هزمتني سأغادر هذا المكان في الحال. كيف تجرؤ؟ وتفاجأ هذا يعرف بطلنا رومان. يجب أن تتوقف بالها سيدي. ماذا؟ ذا الشخص هو رومان ديميتري، السياف الذي ارتقى مخرج أصبح أصغر مصنف في التاريخ. ذاك الوغد الحقير هو رومان ديميتري، أصغر مصنف في كايرو. أثناء الحرب ضد باركو قتل ابنهم الأكبر أمام عين والديه. شيطان خالي من الدموع والدماء، ذلك رومان ديميتري. لماذا توقفت الآن؟ إنها نهايتي، إنها نهاية منذ اللحظة التي أستلف فيها سيفي. وهو خائف. أوه أرجوك المعذرة، نسيت أن لدي موعد. فقد ينتهي كل شيء، ونعتبر أن كل شيء على ما يرام الآن. لابد أن تكون ممتنة ويقترب. لا شيء أحب أكثر من معاقبتك على عدم احترامك لمنزل ألبرت، لكن يقترب من الفزع ويهرب. انطلق يا سيدي. خاف من بطلنا وطلع. هكذا تكون جبهة جنوبية في ذلك اليوم. 3 حوادث مشابهة حدثت، ويهرب 3 بعيدة في الحال باسم اسم رومان ديميتري. هذا شاحنة بالمقارنة مع الجبهة الغربية. لا يوجد خطر حقيقي على الجبهة الجنوبية. لا لدي علاقة ودية اسمية مع هكتور. لهذا السبب يذل ابناء النبلاء الذين يفشوا الهروب من التجنيد قصار جهدهم للذهاب الى الجبهة الجنوبية المعروفة ايضا باسم المنتجع للتدريب. من ترخي ولا يوجد اي شيء يحتاج المخاطر بحياته. المنتجع ملجأ او ملاذ. انها المكان الانسب لينتهي النبلاء من واجبهم في الدفاع الوطني. نرى ينظر الى الخريطة. قبل 48 يوما بالضبط عبرت كشاف المملكة هيكتور الحدود. على الرغم من انهم
عاد وبعتك دي بعتك بتحركات أكيد حركات الجبهة الجنوبية فقط، لأنهم أجروا 3 فحوصات أخرى للجبهة الجنوبية بعد ذلك. ليست متأكدة مما إن كانوا يجهزون للحرب أم لا، ولكن من جميع شظايا المعلومات وحدها فإن الجبهة الجنوبية الحالية تشبه حال من أحوال ملاذة للحرب. أن أشم رائحة دماء ملوفة في الجو. أنا الفين كوت بايل فرانك القائد هنا مع عسكر تدريب جنوب ومكان توفير تدريب الأساس الجنوب والمفدين للجهة الجنوبية. ستم إضافتكم إلى فريق احتياطي بعد 3 أسابيع من التدريب. ولا يهتم كلهم. وسنقضي لخدمتك المتبقية هناك، فتنسوا كل ما كنتم عليه تماما قبل التجنيد. هنا أنتم ببساطة مجرد جنود يكملون خدمتهم العسكرية. إذا تصرف أي منكم بطريقة خلاف القواعد، سيتم إرسال الجبهة الغربية كعقاب. العقوبة هي مجرد سلام للجبهة الغربية. من يا ترى؟ يبتسم بطلنا. هنا جميعهم بدأوا انضباط. سيتم إعلامكم بجدول التدريب في مساء. افرغوا الاشياء الخاصة بكم في الاماكن المخصصة لكم. هيا لورد رومان، يود القائد ان يتحدث معك عن انفراد. مرحبا بك، هل حظيت برحلة جيدة اثناء قدومك الى هنا؟ بالتأكيد لم يكن هناك اي مشاكل تذكر. تفضل. لديك اي فكرة عن كم كنت متحمس عندما سمعت انك قادم الى هنا؟ رومان ديميتري، المصنف الأصغر في كايرو، القشاط بالبهجة، فقط من إخبار ولاده تنين خفيفي ديميتري. لكن صريحة معك، استدعيتك إلى هنا تتأكد من شيء. أهذا حقيقة أن الماركيز بندنك استعاد بعض المعارف التي تم إرسالها إليك إلى الجبهة الجنوبية؟ هذا صحيح، لم أطلب هذا من رغم ذلك، لكن سمعت أنه استخدم سلطته ليتمكن من تحقيق ذلك. أحق هذا، سيستثمر ماركس بندنك حق جهد كبيرة في من أجل رومان. إذا تمكنت من توطيد علاقتي مع رومان المقدمة، فقد أحظى بفرصة الدخول إلى الحكومة المركزية. دعني أخبرك مباشرة إذا، أود أن أترك انطباع جيدة لدى الماركيز. مع سكر التدريب الجنوبي ليس سيئة، لكن لا يمكن مقارنة بالحياة مترفة العضو في الحكومة المركزية، وبالتالي سأبذل قصارى جهدي في تسهيل كل شيء أثناء إقامتك هنا. في المقابل عندما تقابل مركز بندنكيت في المستقبل، قل له ببساطة إن في كونت فيل فرانك جعل حياتي أسهل في معسكر التدريب الجنوبي، هكذا ما أطلبه في المقابل. لقد قالها بشكل صريح، ليس هناك سبب الرفض، ما هو على السداد لطائية. وجدتك أيها الوغد الحقير. جهندي، لقد عبثت مع الشخص الخطأ، سمعتني؟ أتعرف ما إلى أمي؟ إنها على فرانك في كونت بيل فرانك، قال معسكر التدريب الجنوبي وخالي. تفهم الآن ما قحمت نفسك فيه؟ ماذا تتوقع مني أن أفعل بهذه المعلومات؟ هل أنت جاد؟ لا تفهم كم أنت ضعيف؟ سحقة، انتظرني هنا، دعنا نرى إذا كنت تستحفظ على هذه الكبرياء. خالي يا رجل، لماذا هذا الوجه الحزين؟ ابن أختي العزيز، ماذا سأفعل لو كان حياتي مهددة من قبل شخص من منزل بارون؟ ماذا فقط هذا من يجرؤ على تهديدك؟ بطل ولا يهتم، كيف يجرؤ على نفسك حتى؟ سأسحقهم إذا كان هذا آخر شيء أفعله. حسنا، إنها على الجانب الآخر من الباب. نراه يطلع ويتفاجأ ويضربه ابن أختي. عمي، ولك غيرت من كلمة خالة إلى عمي. خالي بيل، ابن أختي العزيز. خالي بيل أكثر شخص كان مقربا مني منذ نوم مظافري، أستمع إليه وينفذ أي شيء كنت أطلبه. كان هناك وقت حيث كنت أعطش بأكثر من والدي، والآن ضرب خالي.
الطرف الآخر كان رومان ديميتري، الشخص الذي تلقى معاملة حسنة من الماركيز بنديك، وشخص يتم التعبئة بإمكانات لا حدود لها في المستقبل. أوه رجالة، تؤاخذ تصرفات ابن أختي. كان يجب أن أندب جيدا، أرجوك تقبل اعتذاراتي عما بدر منه. لا بس أنسى ما حدث، طالما أنك تأخذه في عين الاعتبار. أرجو المعذرة إذا. أشكرك. أيها الوغد الأحمق، رومان هو شخص يحظى باهتمام مركز بن دينيكيت. ما الذي كنت تفكر فيه بتجرك على معاداتي؟ حتى لو كيف تقوم بضربي؟ فقط متى ستكبر هنري؟ إذا استمريت بالتصرف على النحو الذي كنت تتصرف أثناء وجودك في مقاطعة ألبرت، لن أتمكن من حمايتك. ويتفاجأ، ربما أخذ رومان عنا فكرة سيئة نتيجة لما حدث اليوم. إذا من الآن فصاعدا ستكون لازما رومان في كل شيء، من التدريب إلى الكتيبة سلاح الاحتياط. شكل علاقة ودية مع رومان مهما حدث، أقسم لك إن لم تنفذ ما أقول سأرسلك إلى الجبهة الجنوبية فورا. مفهوم؟ انتقل إلى غرفتي وضعنا مسكن خاص. من الواضح أن في كونت بيل يبذل قصارى جهدة. رجل يكشف صراحة عن طموحه من السيطرة عليه. من الواضح أن الحياة في ماسك التدريب الجنوبي لن تكون سيئة لحد كبير. ننتقل إلى الجنود أو قائدهم. لا صدق أنني أقوم بتنظيم مناورات حرب للنبلاء. منذ 3 سنوات كنت محارب ومخضرمة في ساحل المعركة في الجبهة الجنوبية. المدرب العام ماسكر التدريب الجنوبي ماكي بيراني. تطوعت للقتال في الجبهة الغربية من هولان مطلق مملكة. وطوال المعركة التي لا تعد ولا تحصى، على مدار 10 سنوات قمت بحماية كايرو. بدأت من أصول عامية وارتقيت إلى قائد 100 رجل، لكن لحظة واحدة فقط كان كافية لضياع كل شيء. حيث يتم قطع يدي خلال معركة شرسة حماية الجبهة الغربية، فقط الذراع التي تمسك سيفي ذراعي اليمنى. في تلك اللحظة بدلا من الألم الشديد عانيت أكثر من حقيقة أن حياتك كمحارب قد انتهت. تقديرا لإنجازاتك في الجبهة الغربية حتى الآن، أفكر في تعيينك معلم التدريب في معسكر التدريب الجنوبي. قد تضطر إلى ترك ساحل المعركة الآن، لكن أمل أنك ستحمي كايرو أيضا إن كان ما تفعل. كان أمر مؤلم لكن تقبلت الواقع. مفهوم. ورغم ذلك نظام التدريب في معسكر الجنوبي كان منافيا للعقل بدوره. كل شخص يتلقى نفس المستوى من التدريب في معسكر التدريب الغربي، ولكن النبلاء في ماسك التدريب الجنوبي تم فهم تماما من التدريب. لقد خططت النظام تدريب ضيق، بدأ من التدريب بدن الأساسي لمدة 3 أسابيع، ولكن لا معنى لها إذا لم يشارك النبلاء الذين يقودون الجنود في التدريب. وما المعنى والغاية من كل هذا؟ يمكن أن تظهروا على الأقل بأنهم يتدربون، هل هذا صحيح؟ إذا أتيت إلى مقاطعتنا في المرة القادمة سأريك ما هي المتعة الحقيقية. هذا وعد أخوتي بالقسم، مرحب بهم دائما. يمشي من أمامهم، لا أصدق أنهم مستلقين على الخطوط الأمامية. لقد سئمت من هذا المكان. ماذا؟ يتفاجأ ببطلنا رومان وقواته. أنها مستعدة دائما. قرار ما كبيراني في معسكر التدريب الجنوبي هذا. لقد استطفوا في صفوف مثالية، ويوجد حتى قائد لا يزالون لا يعرفون كثيرا عن معسكر التدريب الجنوبي. هيها الرد رومان، معسكر التدريب الجنوبي لا يجبر النبلاء على التدريب. إذا كنت ترغب في استراحة، إذا يمكنك استلقاء في الظل ومشاهدة التدريب مثل الآخرين. هل تقول شيئا هذا بسببهم؟ حسنا، أجل هذا صحيح. هجمات أعدائنا لا تميز بين أوضاع وحالات الآخرين في ساحة المعركة، ولا تقام كل الحروب في ساحة مفتوحة، الجبال والأنهار والمستنقعات إلى آخره، لكن يؤدي للقادة أدوارهم في مناطق مختلفة، فإنهم يحتاجون على الأقل إلى حد أدنى من قدرات تحمل مواكبة جنودهم، وبالتالي فمن الطبيعي أن يصدر قائد لديه السلطة وأمر بالمشاركة في التدريب أيضا. وأنا أعي تماما أن التدريب في معسكر التدريب الجنوبي هو وسيلة تأكيد
من قوى الجنود، بالإضافة إلى طريقة عملية لنقل الخبرة، إنه حتى يدرك بشكل مثالي المعنى الحقيقي وراء التدريب، ولذلك لا تسمح حاجة لهذه الابتسامة المصطنعة وأنت واقف أمامي. أنا على استعداد القيام بأي نوع من التدريب بغض النظر عن مكانتي. إنها أول مرة أسمع فيها نبيل يصرح أنه سيكرس نفسه للتدريب. سمعت الناس يخاطرون بحياتهم من أجل الأشخاص الذين يعترفون بهم. كنت سأقدم بعض التنازلات بالتدريب، لكن ليس بعد الآن. مايكرونر سيصعد المسرح. سأبذل قصارى جهدي في تلك الأسابيع الثلاثة. أوه، سنبدأ الآن الأسبوع الأول من التدريب البدني. أتبع الأوامر مايكروني. فتحت أبواب ساحة التدريب، وهم يتدربون بانطلاق ويحملون جنطهم. الغرض من هذا التدريب هو إعدادك لمنطقة الحرب المضطربة، بعطائك القدرة على القيام بحركات سريعة في أي وقت وفي أي مكان. ستقومون بتسلق هذا الجبال يوميا بغض النظر عن حال الطقس. إنهم تعبون ولا الأشخاص من بحق الجحيم. تيمنا قد صعد بعيدا عنهم. الحرب هي معركة نفسية، لن يعرف أبدا متى تنتهي. من خلال أرجح السيف التي لا نهاية لها بدون حصة محددة، يجب عليكم تجاوز حدودكم. هؤلاء الذين يستسلمون في منتصف الطريق. سأمدد فترة تدريبكم حتى ولو لم تناموا جيدا. أشعر أنني أفضل الآن. يا لهم من حفنة من الكذابين الذين يقولون أن التدريب في معسكر الجنوب متراخي. لم يقل أبدا أن أول يوم سيكون جحيم هكذا. أظن صعوب الأمر بفضل أحدهم. أي 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 يا رفاق، لما لا تخفضوا من نبر أصواتكم قليلا. أراعوا الآخرين واخفضوا أصواتكم. أجل مقارنة بكم يا رفاق، أنتم تم تجنيدنا كجنود. أنا متأكد أنه يمكننا أيضا التعامل مع التدريب هذا المستوى إذا كان لدينا متسم من وقت الاستعداد. لكن من الواضح أن الفجوة تشكل لأننا لم نتدرب منذ فترة طويلة على عكسكم يا رفاق. على عكسنا صحيح؟ ما مقدار التدريب الذي تلقيتموه إذا؟ جندي سابق من لورانس هندرسون. لقد تدربنا بالكاد العام واحد. بالطبع ستكون في وضع غير موت معكم في يا رفاقي، ومن الواضح انك تدربتم لأعمام عديدة. يبدو ان اخطأت في شيء. لقد بدأنا التدريب من 3 أشهر فحسب، ولم يكن لديك وقت كافي للاستعداد. لا تختلق الأعذار، انت فقط لم تبذل اقصى ما لديك بكل بساطة. نستكمل قصة هندرسون الفتى المثير للشفقة الذي رأى رومان وهو يجلد فرقة الذئاب. فاليوم الذي رأى فيه إعلان طلب الجنود، اتخذ هندرسون قراره في أن يصبح التابع رومان ديمتري. بما أن الأمر يتعلق فقط بالجنود الخاصين به، أنا متأكد أن لا توجد أي متطلبات استثنائية. مع ذلك كان ذلك توهم لا غير. مرتزق مخضرمون مثل لوكاس وبوكي وما شابه ذلك تجمعوا من أجل شروط رومان المروعة مع عرضه. سرعان ما أصبح هندرسون بمثابة حيوان عاشب محاط بالوحوش. أي يمكنني حق القيام بذلك؟ أسوء حظ لا أظن يحق لي لأن أخدم رومان ديمتري ويأتي إلى كريس. ولم تفكر في هذا. أنا أعرف أنك تعرف أن لا شيء أكثر من مبتدئ لا يعرف حتى كيف يلوح بالسيف بشكل صحيح. مجرد حقيقة أنني شخص لم يكن سوى مزارع طوال حياتي وتقدم الخدمة اللورد رومان، كانت هذه غطرسة كبيرة. أتقول أنك ستستسلم لأنك ضعيف ولا شيء مقارنة بالآخرين؟ أجل، عندما رأيت كيف لأول مرة لم يكن سوى مجرد شخص ضعيف ويظهر الاستياء في عيني. بصراحة لم أستطع أن أفهم لماذا أخذ فتاة من أصل عامي. ومع ذلك هل رأيت ما أصبح عليه الآن؟ في فترة قصيرة للغاية نما ليصبح مهارب لا يجرؤ أحد على تجاهله. كم كنت مثيرا للسخرية أنذاك. لقد تحديت
رومان شخصيا المتجاهل الذي كنت عليه سابقا عندما قابلت له أول مرة، وكانت أسناني إلى أمامي أن تسقط. في ذلك الوقت لم أكن أكثر من شخص جاهل لا يرى ما حوله. أنا أيضا تغيرت من خلال إرشادات سيدي تماما مثل كيفن. أستمع جيدا، لقد قبلك السيد شخصيا كجندي تابع له، قد تكون مثيرا للشفقة الآن، لكن لديك قدرة على النمو تماما مثل كيفن. وأنا السيد الذي نخدمه هو شخص يمكن تحويل ذلك إلى حقيقة. بصراحة لست واثقة من إمكاناته، رغم ذلك لابد أن لديه سبب وجيه ليقوم باختياري من بين كل هؤلاء المرشحين. لا زال لا أتخيل أبدا كيف يمكن مزاح مثلي أن ينمو ليصبح أقوى، لكن حسنا كما قلت سأحاول أن أضع ثقتي في السيد. بدأ من ذلك اليوم بدأت حياتي تتغير. تماسكت بنظام تدريب الأشهر قليلة الماضية بغض النظر عما يتطلبه الأمر، وحتى إذا كنت سأتقيأ وأفقد عي فقد بذلت قصارى جهدي اللحاق برفاقي، وفي النهاية تمكنت من أصبح ما أنا عليه الآن. ما رأيكم في الحرب يا رفاق؟ أسيشك وأكلمكم أنه لا يمكن القتال لأن لم يكن لديه الوقت الكافي للاستعداد بشأن مسألة الحياة والموت، حيث لا يمكن لحد البقاء على قيد الحياة لذا قتلتم الآخرين. بدلا من اعتراف بضعفك والسعي لأن تصبح أقوى تسحب الآخرين إلى مستواك، لا يوجد داعي حتى للسخرية من طلب غير منطقي. هم مترددون ومغاضبون قليلا منزعجون مثيرون للشفقة. كان محارب رومان بالفعل يتمتعون بعقلية الحرب. استمر التدريب جسدي القاسي رغم ان الصعوبة نفسها كانت تزداد يوم بعد يوم. جنود رومان على اسنانهم وتمسكوا بالتدريب حتى النهاية. وانا لا افهم لماذا يقومون بكل هذا من الاساس، كان ليكون الامر مختلفة وذا فائدة ان كانوا في الجبهة الغربية، لكن ليس الجبهة الجنوبية بعد كل البعد عن الحرب. النبلاء مسترخون انهم فقط يهدرون قوتهم دون اي فائدة او وداع، بما انهم من اصل عامي كيف سيتم الاعتراف بهولا من ديمتري اذا لم يقوم بكل هذا في المقام الاول؟ اجل انت محق، كيف يمكن ان تقرب من شخص كهذا؟ ينبغي يريد ان يتقرب، لا يدرك انها امر جيد ان ينضم ويشكل علاقة جيدة مع النبلاء الاخرين. تلك هي مشكلة النبلاء ذو الاصول العامية. سحق لهذا، انا متأكد ان كل شيء سيكون على ما يرام. ستعمل. انا انتقل الى اخر. هو ذا تقريري قائد قوات الحرس جاكسون. خلال العام الماضي تسلل فيلق الحرس واستعلم عن خطوط الدفاع على 5 جبهة كايرو الجنوبية 48 مرة. من خلال التحقيقات عرفنا ان قواتهم الدفاعية قد اتجهت نحو الجبهة الغربية بسبب مواجهتهم ضد كرونوس، تاركين جبهتهم الجنوبية مهملة، وبالتالي غزوا الجبهة الجنوبية. لن تكون مشكلة مملكة هيكتور. كانوا ذات يوم قوة عظمى على قدم سواء مع امبراطورية كرونوس، هم الذين نموا ذات مرة بمعدل سريع بفضل قدراتهم الدفاعية الوطنية القوية. عانوا من هزيمة مهينة في حرب ضد فالهارا وسقطوا هالكين كايرو. تراجع قوة هيكتور على المستوى الوطني إلى مستوى مملكة كايرو هيكتور، وتم تقليصها إلى مملكة واحدة فقط من بين الممالك 6 في القارة التي ليس لديها خيار سوى السير بحذر حول الإمبراطورية. هل يمكنني أن أقول شيئا يا أبي؟ حسنا لك هذا. هيكتور كانت تعاني من أسوأ حصاد محاصيل في التاريخ على مدى السنوات 5 الماضية. أمير هيكتور أدوين هيكتور والمال الذي اقترضته من البنك الذهبي لحل تلك المشكلة قد تم رد بفادها لو تسبب لنا في ضائقة كبيرة. لا يمكن المملكة أن تقدم بنحو أكثر من هذا. على هذا النحو ستفقد هيكتور أي معنى يقول لها أن تصبح مملكة. ليس كما لو أنني يمكن على دراية بهذا، كل ذلك بسبب حرب اتخاذها أسلافنا. مملكتنا التي خسرت في الحرب نالت بنفسها عن الحرب وتاريخها.
حتى لا تكرر نفس الخطأ مرة أخرى، ومع ذلك يجب أن يتوقف ذلك أيضا. لقد قمنا باستعداد الشاملة ووافرة خلال السنة الماضية. بالنسبة للمواطنين الذين يعانون من اليأس وكذلك المملكة نفسها، يجب أن تتخذ قرارا للحرب. كلمة لا أجرؤ على أن أتفوه بها بفمي وابني مختلف عني، أنا ذو الشخصية الضعيفة. هل أنت واثق؟ لم أكن لأفعل ذلك لو لم أكن واثقة. حسنا، إذا من الآن فصاعدا أمنح كل الشؤون والسلطة التنفيذية المتعلقة بالحرب الأمير هيكتور ولوحد أدوين هيكتور كما تأمر. أنا هيكتور، ماذا يريدون يفعل بهذا؟ في هذا الأثناء في معسكر التدريب الجنوبي، انتهى التدريب الذي استمر 3 أسابيع. أستكون جزء من الفريق الاحتياطي خط الدفاع الخامس بدءا من اليوم. واثق انك تعرف ما هذا المكان، لكن ما يرغب به الجميع في الذهاب اليه. لقد استخدمت بعض معارفي تتمكن من ارسالك الى هناك. شكرا لك. لا داعي لهذا الكلمات بيننا، ارجوك لا تدعي شيء يمنعك من طلب اي شيء تريده. اراهم اشكرك على كل شيء حتى الان. انها المدرب، لقد ادركت ما اعمل من اجل بفضلك، واعتقد انني ساكون قادر على تعليم المتدربين بشغف اكبر من ان فصاعده. تفضل، إنها ليس بالأمر كبير، لكن قد هذا الشيء قد يكون ذا فائدة يهلك. هنا ملخص المعلومات والخصائص الجغرافية الجبهة الجنوبية، أنا متأكد منها ستكون مفيدة إذا اندلعت الحرب هناك. على الرغم من أنني متأكد منك ستقضي عامين هادلين هناك بدأ من اليوم، سأصل من أجل عودتك آمنة. شكرا لك. مشاعري تجبرني أن أتبعه. رومان ديمتري الذي رأيته خلال الأسابيع 3 الماضية هو شخص يستحق حياتي، لكن اللورد رومان لديه بالفعل مواهب غير عادية تتبعه، لذلك من المستحيل أن يكون لديه متصل شخص ذو ذراع واحدة مثلي يستطيع حتى أن يلوح بالسيف بشكل صحيح. سأكون فقط مجرد عائق بالنسبة له. وداعا. وانا بطل ينظر الي. سمعت ان لوكاس يعاني من وقت عصيب تجميع شيء كهذا، حسنني توحدها امر استحق احترامي. خط الدفاع الاول للجبهة الجنوبية، على ما يبدو انتبه لشيء متفاجئ منه، انه هجوم العدو. هنري، لقد وضعتك خصيصة في نفس فصيل قوات الاحتياط الخط الدفاع الخامس حيث سيكون رومان، عدني بذلك. خلال العامين القادمين عليك أن تشكل علاقة وثيقة مع رومان ديمتري مهما تطلب الأمر. خط الدفاع الخامس معسكر الأساسي قوات الاحتياط. ألم علي أن نتقرب من ذلك الوقت اللقيط؟ لكن على الأقل سأذهب لخط الدفاع الخامس. حالة طوارئ على هيكتور الحرب. جميع المتفاجئ، جميع القوى استعدوا للاشتباك. الحرب اشتباك، ما الذي يحدث؟ ها وراء كلهم اختفوا مكانهم، لقد ذهبوا. بداية الحرب. خط الدفاع الأول كان أول من تعرض للهجوم بعد الآن هيكتور للحرب، لكن خط الدفاع الخامس مر بخطر الانهيار قبل البقية. لقد اخترقوا البوابة. أوقفوهم، نراهم يقاتلون بالشراسة لأجل إيقافهم، لكن لم يستطيعوا لأن بعد انتهى هذا المكان. ونرى هذا قائد خط الدفاع الخامس البارون بروس، خائف جدا. خط الدفاع الخامس كان مثلا بفردوس الجبهة الجنوبية في صحتك. لقد فقد هذا المكان في فترة طويلة جوهر المعركة. قدم النبلاء في انتصر خدمتهم عسكرية حيث توفر حياة من ترف بدلا من دواجيهم كجنود. كل هذا بسبب الرجل الذي أخذ رشاوي الملي عمادة، البارون فاسد بروس الذي كان قائد خط الدفاع. حراسة خط الدفاع الخامس حتى النهاية تعد انتحارا. قفوا في قواقعكم، هيا المواطنين ستكون في خط إذا تمكنوا من العبور. مهما تطلب الأمر لا تتراجعوا أبدا. نراها يهرب. أيها القائد أين أنت ذاهب؟ يوفر لي بعض الوقت، سنذهب للتواصل مع العالم الملكة مباشرة. ما هو قصد يهرب؟ جميع القوات سنتجه إلى خط الدفاع الخامس في الحال. أمرك سيدي. مجموعة ديمتري تنطلق إلى جبهة الخامسة أو شو اسمه
السور الخامس تفتقر الجبهة الجنوبية للقدرة الدفاع الشامل، لكن جنوبيا معداتها المتدولة والعقليات الفاسدة والقائد غير كيف جعل القوات العسكرية أضعف. لقد جعل القوات الاحتياط الطائرة قوات احتياط خط الدفاع الخامس تتمركز على بعض ساعتين من خط الدفاع. يجب أن نصل إلى خط الدفاع الخامس في ساعة واحدة على الأقل. أوه لابد أنكم قوة الاحتياط يتقدم الحريب والتقي ببطلنا رومان، سأخبرك بالتفاصيل. أنت قائد هولا الجنود، رافقني إلى الخلف أولا. سلام القائد، تحظى بالأولوية أولا. هذا قصدي، يبي يرافق الأمكان بعيد عن خط الدفاع الخامس. على خط الدفاع الخامس يجب أن أبلغ العالم مالك بهذا الخطر على الفور. هذا الرجل هو البارون بروس قائد خط الدفاع الخامس. لما انت هنا بمفردك دون اي جنود ترافقك؟ هيها الوغد الوقع، كيف يجرؤ مجرد جندي احتياط مثلك اني على التحدث معي بهذه الطريقة؟ لقد سمعت بما يكفي ويمسكه من رقبته ويقول حقيقة وجودك هنا لا تعني سوى شيء واحد، ذلك الرجل الذي يدعى كون قائد خط الدفاع الخامس ترك جنوده خلفه وهرب. هل تفهم ان بموجب القانون يمكن اعدام الهاربين على الفور بغض النظر عن مكانتهم؟ لا لن تجرؤ، ولكن قطع رأسه بطلنا في لحظة. اذا كنت قد انسحبت بجنودك عندها لم تكن تموت على يدي على الاقل. هيا بنا، امرك سيدي، انطلقوا. خط الدفاع الخامس، سحقة سحقة سحقة. كنت اعرف ان يوم ما كهذا سيحل. الشخص المفيد الوحيد في خط الدفاع خط الدفاع الخامس. لا تقعد من القائد سيتخلى عن جنوده، ذلك الوغد الحقير نرى هو يتأذى وسقط ويأس للموت. لقد انتهى كل شيء، نرى اثنين يودون قتله، لكن هنا من يتدخل ويقضي عليهم ونراهم واحد والثاني يموتون. هل انت ستيفن؟ متفاجئ من تدخل بطلنا البارون بروس. انت الشخص المسؤول عن هذا المكان بدأ من الان. لقد مات البارون ستيفن، انه واحد من الاشخاص المذكور اسمه في القائمة التي اعطاها لي لوكاس. الشخص الوحيد ذو المنفعة في خط الدفاع الخامس هو ستيفن، وبما انك انت تحرس خط الدفاع الخامس سنة وساثق في حكمك، اخبرني كيف تنحمي هذا المكان. إذا قلت أنها لا يوجد أمل، إذا أنا رومان ديميتريس أمر كاف القوات بالتراجع بصفة قائد قوات الاحتياط. إذا هذا هو رومان ديميتري، لكن صادقة فأن تتفق المعركة متوتر للغاية، سيكون التراجع هو القرار الصحيح، لكن سنعطي بعد ذلك موقع مفيدا لا داعينا. إذا احتلت هيكتور حتى أحد خطوط الدفاع الخمسة سيحصلون على المسار يمكنهم من خلاله تابع وحدات الإمداد. في كل الأحوال لن يكون هناك في مفر من الحرب. إذا توجد طريقة واحدة، يجب أن نستخدم الأسوار المنع من شق طريقهم عبر البوابة. سأوفر ما يكفي من الوقت لنا تثبيت الأسوار، وعليك أن تحشر قواتك من أجل القيام بهذا. لقد وافق على خطة خطيرة كهذا، لكن هذه خطة خطيرة للغاية كذلك. قوات العدو ستستمر في الهجوم حتى في هذه اللحظة، سوف تموت إذا أصبحت معزولة. أنا أتفهم مدى قلقك، ويبدو أن الهجوم من وراء خلف بطلنا رومان ويتفاجأ، ورغم ذلك ليست مجرد أحمق يخاطر بحياته ويتفاداه بسهولة دون أن يرى، من أجل ظن أنها مستحيلة الحدوث ويقضي علي وينظر إليه ويقول لقد تجنب بدون رؤية هجوم حتى. سيدي نت تو كريس والجنود، سنقوم بفتح مسار حتى البوابة، جميع القوات بعوني. مفهوم. ونرى هذا السقط على الأرض متفاجئ سيد يوم حتى ذرة من الشيك. لا أصدق أن هناك علاقة بين السيد واتباعك، هذا علاقة. إذا قم بالاستعداد. مفهوم. لقد بدأت الحرف قد للتو، لقد فهمت الآن ولا أهم تجاه هنا بعض من احترامهم له. ونرى كريس وكيف ينطلقون وينطلق امامهم بطلنا.
هنا هل هناك حاجة من أساس الشخص مثلي يحب ولا يشعر بالانتماء للوطن أن يخاطر هكذا مخاطرة؟ في النهاية الحرب مكان حيث يتم فيه التضحية بالضعفاء بشكل كامل. بالنسبة لي الآن حيث يتم عمل أحسن ما عمل في مملكة كايرو، ونرى قتالهم بشراسة خاصة بطلنا. ويقول فقد حصلت على امتيازات بفرصتها أحد الأقوياء ذو النفوذ. يوجد العديد من منطقة التجنب والحرب، لكن الواقع المتعلق ببلد صغير بلا حول ولا قوة. هذا الواقع المرير يتسبب في فوران دمي، وانا قاتل بشراسة واحد ورا واحد يقتل. أجل، لقد افتقدت حق حياتي في ساحة المعركة. وانه يبتسم، انه يبحث عن القتال لطريقة لإنهاء الحرب سريعا. إن اتبع سيدنا كيفن وكريس والجنود أجمعهم يقاتلونهم أيضا. لم يجعلوه يفتقدهم. متى ما يتحرك رومان يتبع الموت ويقتل، ما يقتل 10 أشخاص. نرى الجثثات تتناثر، جنود هيكتور يهاجمون مع بثقامية. وعندما قتل رومان 20 شخصا، وقتما يدركون ان خصمهم كان اقوى بكثير ما كانوا يتخيلون. وعندما قتل اكثر من 50 شخصا، ونرى جثث متناثرة تحت اقدام بطلنا رومان، بدان الرب الرعب يعتلي وجوه الاعداء. وحش وحش، اهربوا وتراجعوا. نراهم يهربون من بطلنا رومان، ونرى القائد يقول ما الذي يحدث بحق الجحيم. قائد هكتور البارون مكلاوي مكلاوري، المهم يجب ان يكون النصر حليف لنا مجرد ان اخترقنا بواب القلعة. ولكن متى بدأت قواتنا في التراجع؟ من هذا يرى بطلنا رومان وهو يقتل بهم واحد وراء الثاني، ثم ينظر اليه ويقول تلاقت عيوننا ونحن بعيدين كل هذه المسافة. ونرى بطلنا يأتي بين الجنود يخترقهم بسرعة وحده. هل يهاجم بمفردة؟ فقد يقطع رأسي. أجل، يا لها من متغطرس ومزعج. إنها سريعة الحرب، يجب قطع رأس القائد. اقتلوه قبل أن تقدم أكثر من هذا. ويوجد عدو واحد فقط، اقتلوه. لقد قلل القائد العدو من حذره. الطريقة لإنهاء الحرب سريعة، وهي إدراك جيد النظر وخوض الكثير من المعارك في اللحظة التي فيها قطع رأس القائد. لن يكون حينها الأعداء خيار سوى الاستسلام الفوري. يجب أن أقتل القائد. متحمس للقتل. جميعكم تحنحوا جانب النار. 3 ذهالة ينطلقون نحو رومان. سنهتم بأمره، ولكن بطلنا أسلوب سيف الشيطان السماوي. الحركة الثانية، يدخل ويمزقهم لأشلاء. لن يبقي منهما شيئا، سوى جثث متناثرة. ونرى لقد أحدث ثقبا بالأرض. ثم نرى الجنود وهم خايفين على الأرض. القائد خايف، ونراه اقترب من البارون. البارون مكلاري من جيش هكتور. سأقوم، لكن بدون أن يكمل كلامه قد قطع بطلنا رأسه. ونرى حمل رأسه ويقول أيها الجنود مملكة كايرو، انتبهوا جيدا. لقد ذبحت قائد العدو، لكن إذا تركنا جندية واحدة من الأعداء قد يعود مجددا كعدو لنا. رغم فقداننا الكثير من الدماء هنا، ضعوا حياتكم على المحك وقوموا بذبح جميع أعدائنا. ومصدوم هيرني، ماما هذا؟ ونرى بطلنا هو حامل رأس. لأن عرفت لما طلب مني خالي التقرب من رومان ديمتر بشكل من إشكال ما تطلب الأمر. بعد أن فقد جنود هكتور القائدهم بدأوا في تقهقر في كافة الاتجاهات. دافع رومان وجنود أخا عن خط الدفاع الخامس بنجاح، من ضمن الجنود 30 وبينهم أنا كريس. لم تحدث أي إصابات حرجة، أحسنتم عملا. استخدموا الجرعات لجاج إصاباتكم، مفهوم؟ هل يملك كافة جنود جرعات علاجية؟ هنريس من يسمونه ايه؟ هندريسون. الجرعات سلاح العلاج تم انشاؤه في برج السحر لأغراض علاجية. حتى جرعة العلاج لأدنى درجة تطلب قد كبيرة من المال. ونهم
يذبون السائل العلاجي يعالج نفسه على وعلى كونه قوية للغاية وقادرات اتخذ قرارات جريئة. فهو ايضا شخص لا يبخل بشيء على اتباعه، ويوجد سبب الوجود ثقة عمياء بين رومان ديمتر وجنوده بسبب ما هو عليه. كان جنوده يثقون به ويتبعونه حتى لو امرهم بالقاء انفسهم للتهلكة. ستيفن، اجل ستيفن، عليك ان تعتني بسياح المعركة هنا واستعد للجولة الثانية من الهجوم، واحتاج الى شخص على دراية بتضاريس الجبهة الجنوبية. لا تقل لي انك ذاهب الى هناك. اجل، الان الحرب لن تنتهي بعد. انهم لم جيدا بهذا المنطقة، سيكون ذا عمل في رشادك. اسمه كوبي سيدي من ون بيس. جبنا هذه خريطة الجبهة الجنوبية. ما هو أسرع مسار للوصول للمعسكر الخلفي؟ ماذا عن هذا المسار؟ بناء على ما أعرفه سيستغرق هذا الطريق حوالي 2:30. أحتاج إلى مسار أقصر حيث يمكن الوصول خلال 2 ساعة. في تلك الحالة مهلة. كيف أعرف أن هذا المسار سيستغرق 2:03؟ لم تكن هذه مجرد تكهنات بسيطة، انه بالفعل على دراية بتضاريس الجبهة الجنوبية. لم يمكن أعرف أنك على دراية بالمنطقة، إذا لم اختارني كمرشد؟ عندما تم استدعاك من قبل ستيفن، لما ظننت أنني لا أعرف الكثير عن الجبهة الجنوبية؟ كلا، الأمر ليس هكذا. لا داعي لأن تكون مرتبكة جدا، من الطبيعي التفكير في ذلك. لقد درست المعلومات الأساسية في حال حدوث أي شيء غير متوقع، لكن ليس لدي فهم مثالي لكل شيء. لهذا أنا بحاجة لمساعدة من شخص يقطن في الجبهة الجنوبية مثلك. إن مختلف عن نبال آخرين ذين جاءوا إلى الجبهة الجنوبية لعيش حياة مترفة وسهلة. إذا ساعدنا، أنا متأكد أننا لا يزال لنا كامل حتى بالنسبة للجبهة الجنوبية. فقط 10 دقائق، لم يستغرق الاجتماع وقت طويلة. 30 جندي من بينهم أنا على تم الاستعداد. ننتبه بطلنا للخلف ويأتي. لماذا أنت هنا هنري أربرت؟ وتكون هذه النهاية. أمل أن يعجبك المقطع وتضع لايك واشتراك بالقناة، وشكرا جزيلا لكم.